انا من هاد الناس اللي توما كيناضلوا من اجل المطالب اللي حقهم. انا ماشي ضد السلطات المغربيه ولا الامن المغربي، ولكن حنا ضد هذوك الناس ديال الاحتلال اللي كيديروا فينا ما بغاو، حيت كيسدوا هاد الباب فوقاش ما بغاو، كيتاخذوا القرارات فوقاش ما بغاو. حنا ولا كدوله ولا الشعب ولا هاد الناس اللي هنا مضطرين، ما عندنا حتى شي دخل معاهم، يعني كيقروا بحدهم، يبلعوا بحدهم، يسدوا بحدهم. حنا لا قرار، ولكن القرار اللي عندنا دابا هو اننا نبدل هاد بلعنا الباب هذا. ودابا راه عندنا ان شاء الله مسيره طويله، ماشي غير هذا النهار اولا البارح، على مده مستوى ديال 10 ايام 15 يوم 20 يوم، حتى تكون يعني مطالب يعني مشروعه. حنا ما كنطالبوش شي حاجه اللي هي اكثر من يعني من الطاقه، ولكن كنطالبوا داك الشيء اللي كان اللي على الاقل اللي كان بعدا يبقى. كانوا 8 ديال السوايع ردوهم 4، يعني حتى باش ينزل عليك شي واحد من السماء ويقول لك ينقص لك النص ديال واحد الحاجه راه صعيبه باش يتعالجها. ثاني حاجه انه يعني الاول المطلب الرئيسي هو انهم 8 السوايع يبقاو بعدا، ونشوفوا حد الجمعه والسبت كانوا حتى هما خدامين، ما بقاوش. علاش ما عرفناش علاش؟ يعني الورديه سيفيل والبوليسيه ديال السمنيول فوق ما بغا كيدور يعني كيبيعونا الباسبور، فوالا، ويطبع لك الباسبور. الا شديت مع الاخر يطبع لك الباسبور غادي يخرجك برا، كان ما عندناش كرامه. حنا ما كاينش اللي دافع عنا، علينا ما عندناش يعني شي ناس اللي مسؤولين انهم يدافعوا علينا. علاش؟ واش حنا ماشي مواطنين؟ ماشي بنادم؟ ما عرفناش علاش فوالا. وحنا هاد البلاد كنموتوا عليها، وحنا ماشي ضد الفوضى، حنا ضد الفوضى وضد التخريب وضد كل شيء. حنا كنجيبوا واحد الطرف، كنقلبوا على واحد الطرف ديال القبض المعيشي باش ينعيشوا هاد الناس كاملين. هذا هو الهدف ديالهم. حنا وهاد الناس ديال السبنيول خص الدوله ديالنا تعرف بان جابونا في واحد الوقيته اللي هي حساسه، والاستقرار ديال البلاد شويه اللي صعيب، وجايبينا في هالوقيته ان يديروا بينا شي حاجه. حنا ماشي لعبه باش هما غادي يسيرونا، حنا راه حنا مواطنين وكنموتوا على البلاد ديالنا. ما كاين يمكن شي واحد غادي يمسنا او يسيرنا باش حنا نخربوا بلادنا، بالعكس خص حنا بلادنا توقف معنا باش نحققوا المطالب. وهذا هو اللي عندي، هذا هو اللي عندي، وشكرا. كنمشيو عندهم من كيف ما كيبغيو شي يدخل، كتقولوا علاش ما تخلينيش ندخل؟ كيقول لك اسيدي غير الباسبور ديالك، تعطيه الباسبور كيتبعك فيه، اما يدير لك فيه الراس ديال السياره ولا الراس ديال حاجه ديال الحمار كيردها لك. ملي كتمشي عند البوليس ديال المغرب ديالنا حنا كتقول له شوف شنو دار ليا، يقول لك اشداك تما. اشي هذه هي الهضره، اشداك تما. وانت شوف انت اللي شدي شي نصراني داروا له هذه القضيه، شي نصراني خرج ضيعوا له الباسبور في ميدان، ضيعوا له الباسبور. غادي تنوض القيامه، حنا ولا ما عندناش القيمه، ما عندناش القيمه. الباسبور ديالنا مشرف، وحنا مغاربه والباسبور ديالنا